لو الحكاية فيها إن فيتو لما تنعقد ينعقد تجمع داخل الجماعة وليس مظاهرة في خلال 10 دقائق بسبب المنظومة المتكاملة، التواصل بتاعنا منظومة متكاملة مع الأمن الإداري مع رجال فالكم انتظام البوابات مع رجال الداخلية حفظهم الله في أسرع وقت يقومون فورا حينما وأنا أمام الشاشة هم يعملون بتكتيك، يقف 7 تحت الشجرة دي و7 تحت الشجرة دي و5 تحت الشجرة دي و10 تحت الشجرة دي كأنه قاعد بذاكر، ثم ينطلقون فورا رجالنا حواليهم، أول ما يبدأوا ينطلقوا فورا بيكون إبلاغنا للشرطة في 5 دقائق بيكون انتهى، ثم نضيق عليهم الخناق. هل الصواريخ والشماريخ منتشرة في جامعة الأزهر أمامكم؟ أرجوكم صوروا الكاميرات بتاعتكم، انطلقوا في جامعة الأزهر صوروا الكاميرات. أبدا، شوية عيال بيهتفوا يشتموا فينا شوية، ويشتموا في مصر شوية، يشتموا في شخص رئيس الجامعة شوية، ويشتموا في مصر شوية، ويشتموا في الشرطة شوية، ويشتموا في الجيش شوية، ما حلتهمش شيء. لكن إيد اللي تنمد على حاجة عشان يخرب بتنقطع، بنسيبهم؟ لا، ما بنسيبهمش يهتفوا. تيجي الشرطة ومن يمسك به أيضا يقدم للتحقيق والفصل فورا. تم فصل كم طالب؟ تم فصل لغاية دلوقتي حضرتك؟ انت عايز الصراحة؟ تم. لو تظاهر او خرب عندي 10,000 طالب انا هفصل 10,000 مرة واحدة، لكن انا اللي ما كل من يتم الانساب بيه بفصل. عايز كم؟ حوالي كم حضرتك؟ من الاقاليم وداخل القاهرة والبنات ما يربو عن 70 من بداية العام الدواسي لغاية دلوقتي. يا أخي أنا سكشن واحد، ولد بيلعب فيه فرقع اللي بتاعه بقه ولا فرقعها ازاي؟ كل التب أنا فصلت السكشن كله 25 وحولت الأستاذ للتحقيق. أنت عايز أكتر من كده؟ في خلال 2 ساعة الحدث بيوصل لي، الطالب بيمسك بيه في خلال 2 ساعة بكون متخذ معه الإجراءات. دكتور بالنسبة بخصوص المدينة للقانون الجديد في خلال أسبوع لابد أن يأتي لي التحقيق. خصوص المدينة حضرتك، يا جماعة زعلانين ليه؟ هو لما نخلص الجسم من السرطان تزعلوا؟ لا، لما يكون دم طلع في مصر وعاوزين نجهز عليهم من إيه تزعلوا؟ طب هم دول الدم البسيط اللي صار. دكتور بالنسبة هل نخلص عليه ولا لا؟ ما هو لو لهم علاج هدي، احنا عاملين برنامج التواصل وبرنامج التوعية وبرنامج الانتماء الوطني وبرنامج الخدمات الطلابية وبتطبق في الكليات. لو هو عاوز ينصع ويسمع، لكن أول ما بيسمع كلمة الجيش أو ما بيسمع كلمة الشرطة أو ما بيسمع كلمة مصر بتصب بكتكارية حمى الهرش اللي بتيجي في دماغه ودماغ اللي مشغلينه، دماغه ودماغ اللي مشغلينه وإيه ضد مصر. ده هينفع معاه توعية؟ خصوص المدينة دكتور، انتوا عاوزين نفتحها ولا لا؟ حضرتك شايفين انتوا كعالمين نفسكم نفتح المدينة؟ حضرتك شايف حضرتك شايفة دكتور، بس قولوا لي يعني في طلبة نفتح ولا نقفل حسب الوضع الأمني بقى اللي حضرتك شايف. الوضع الأمني ممتاز في طلبة اليوم وعبقري. وانا عندي المدينة لما يكون عندي مثلا 12 مبنى في منه 6 مباني مخربة لا تصلح على الإطلاق، 2 جاهزين للتسكين، 4 جالي فيهم إصلاح، قول لي أعمل إيه؟ بتكلم اللي هو بخصوص يوم 8/11، قول لي أعمل إيه؟ أسكن الـ2 وباقي الطلبة ييجوا عليا؟ يا أخي المساواة عادلة. طب يا دكتور في تصريحات المساواة عادلة، لما جهز 6 اللي فيهم كلام يبقى عندي 8 أبدأ أسكن بـ8 يبقى فاضل 4 يبقى سهلة، مش كده ولا لا؟ هو الطالب خرب المطبخ بتاعه وكسر مواسير الغاز السنة اللي فات وكسر الكهرباء وكسر الشبابيك، وحضرته جاي السنة دي عشان يسكن وعشان يخرب؟
فدكتور في كلام يتعلم الاول يحافظ على بيته وعلى المكان اللي هين فيه وعلى السير بتاعه. في دكتور يوم 8/11 ويطالبنا نعمل له خدمات. طب يا دكتور في كده ولا لا؟ في معلومات صدرت دكتور يوم 8/11 ويبتدي تسكين المدينه. خدوا المعلومات من لسان رئيس الجامعه، الكلام ده غير صحيح. في المؤتمر الصحفي بتاعكم هعلن عن الموعد. المؤتمر امتى؟ يوم الخميس الساعة 9:30 القادم إن شاء الله. ونفتتح إذا لو دكتور حضرتك بتنفي المدينة هتتكلم في 8 مش معنى أنا هفتتح افتتاح رسمي يوم الخميس، مش معنى أنكم مش هتيجوا تقعدوا في الاستراحة. لا هتيجوا تقعدوا في الاستراحة من بكرة دكتور حضرتك بتنفي بس بكرة الجمعة. أنا مفيش في المدينة مش هشتغل يوم 8 حضرتك. صور بس اتفضل. يعني المدينة مش هشتغل يوم 8؟ مش هتشتغل يوم 8؟ بقول لك ايه، لو لقيت اجازه يوم 8 افتحها يوم 8. طب بعض الطلبه يوم 8 مش هفتحها يوم 8. بعض الطلبه مختيبين بيشتكوا من اسعار السوق، الشقق بقى لها غاليه. ف يبقى يحمد ربنا ان احنا بناكله ونشربه ويحافظ على النعمه اللي ربنا مديها له. ولما نسكنه ويجي طالب زميله يعبث بالمدينه يبلغ عنه عشان الطالب ده يخرب عليه، عشان لو ما بلغش عنه وبدا فوضى هقفلها تاني. صح ولا لا؟ تمام. هو انت لما بتلاقي حد حرامي وبلطجي جاي يخرب في بيتك بتعمل ايه؟ مش بتقفله في وش الحرامي؟ ايوه هقفلها في وش المخربين. طب مين اللي هيقوم بتأمين المدينه؟ افراد فالكون ولا لا؟ لا افراد من كافه الجهات، كلنا منظومه واحده. كلنا منظومه واحده نشتغل امن مدني وفالكون والشرطه وكل حاجه. ألف شكرا لك. شكرا دكتور على تعاونك معنا والله العظيم. والله دكتور احنا بنشكرك على التعاون وتسهلك معنا. انتوا خلصتوا المؤتمر المعلومات بصراحه. انتوا مش خلصتوا المؤتمر. احنا شاكرين لحضرتك جدا.